أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني شاب أريد الزواج، وأمي تريد مني أن أتزوج من الأقارب، وهم طلبوا مني مهرا لا أستطيع عليه، فهل تلزمني طاعة أمي في هذا الأمر، وخاصة أنني بحاجة إلى الزواج، فهل أعصيها في هذا الأمر وأتزوج من امرأة غير التي تريدها أمي؟ الأصل وجوب التفاهم بينك وبينها وإقناعها، إقناعها بحالتك، وما أظنها إذا أقنعتها أنها تمانع في هذا، بس المسألة مسألة تفاهم، وعدم تشاحن بينك وبينها أو إصرار على رأيك وهي تصر على رأيها، لا تفاهم أحسن، وحاول معها بالتي هي أحسن حتى تقتنع. نعم.